شخصان مصرعهما بعد أن سقطت عليهما طائرة صغيرة هبطت اضطراريا على شاطئ مزدحم بالمصيفين قرب مدينة لشبونة البرتغالية دون وقوع إصابات لقائد الطائرة ومساعده. وتجمع العشرات من المصيفين حول الطائرة التي هبطت قرب الماء دون أن تلحق بها أضرار جسيمة، وتقوم السلطات البرتغالية باستجواب قائد الطائرة ومساعده. ويعد شاطئ ساو جاو دو كابريكا واحدا من أقرب الشواطئ إلى لشبونة، ويكتذب أعدادا غفيرة في أغسطس عندما يبدأ معظم البرتغاليين عطلاتهم الصيفية الرئيسية.